البداية من تعز، حيث طالبت لجنة المفاوضات الحكومية لفتح الطرقات بإيقاف العبث والتصرفات أحادية الجانب من طرف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك في مذكرة أرسلها إلى مكتب المبعوث الأممي. اللجنة طالبت في بيان مجلس الأمن بأن يمارس الضغوط الكافية والمستمرة ضد ميليشيا الحوثي وما طرحته من إجراءات أحادية في وقت هي من تفرض حصارا مستمرا على مدينة تعز منذ أكثر من 7 سنوات. البيان دعا من سماهم العقلاء في الميليشيا إلى فتح طريق رئيسي يربط المدينة ممثلا بطريق السفتيل، الجهيم، الأربعين، عصيفرة، مسجد الصفاء، زيد الموشكي، وطريق خط الستين، سوق الرمدة، عصيفرة، وطريق كرش الشريجة الراهدة، الحوبان، المدينة. وشدد على تزمين بقية الطرق للمرحلة الثانية. وأكدت لجنة المفاوضات استعدادها لتشكيل اللجان الفنية على الفور للتهيئة لاستقبال المواطنين وتسهيل مرورهم بالاتجاهين في جميع الطرق المقترحة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد علي الأجعر، عضو الوفد الحكومي للتفاوض حول الطرق. سيد الأجعر، أهلا وسهلا بك. إذن ميليشيا الحوثي مجددا تقترح فتح طريق من جانبها وأنتم اعترضتم، السبب الرئيسي لاعتراضكم؟ أولا مساء الخير ومساك بركة أخي الحبيب، أهلا بك. نحن لم نعترض، لكن قلنا كما يرفض ما اتفقنا عليه وهو مقترح المبعوث في فتح الطرق التي كما يقول تخفف الحصار عن مواطنينا في تعز. نحن دائما في خط ما يخدم المواطن وليس معترضين على اي تخفيف لمعاناه المواطنين في داخل تعز. نحن عايشين هذا الحصار منذ 7 سنوات وليس من اليوم. وعلى الميليشيا ان تفهم بانها لن تلعب بعقول مواطنين تعز. ابناء تعز يدركوا اين مصالحهم وما يجب ان يكون. فمساله ان تطرح خطوط وهميه او خطوط لا تقدم ولا تقدم ولا تؤثر في تعز، هذا امر كما قلنا المواطن يدركه قبل اعضاء اللجنه. واللجنه اليوم كما قلنا تطالب الطرف الاخر بتنفيذ ما تم تقديمه كمقترح من قبل المبعوث وليس من قبلنا. نحن كنا طارحين كمقترح بالنسبه لنا كلجنه أن تفتح كل الخطوط اللي منوى إلى مدينة تعز قبل هذه الحرب العبثية الظالمة. نعم. طيب برأيك لماذا يعني تتعنت ميليشيا الحوثي ويعني تستمر باقتراح هذا الطريق وترفض الطرق الأخرى؟ هم يتصوروا بأنه ممكن كما يقولوا إيش يفكوا كل قبل داخلية في داخل تعز، وهذا وهم يعيشوه. وأيضا بالمقابل هم لا يريدوا أن يرفعوا الحصار ولا تخفيف الحصار على المواطن تعز. ما في نفوسهم من غل على هذه المحافظة، أعتقد بأن واضح وصريح جدا. ولذا اليوم نحن نقول لهم إن كانوا صادقين تعالوا لننفذ ما قدمه المبعوث وهو الحد الأدنى للتخفيف على المواطن في تعز هذا الحصار الجائر الذي يمارس. والطريق حق إنساني ليس للاستخدام العسكري والسياسي ولا المزايدات. نحن في اللجنة مستعدين أن نذهب إلى أي مدى كما يقولوا يقدم خدمة لهذا المواطن المغلوب على أمره والذي كما قلت يصير في طرق وعرة ما بين الحوبان والمدينة 15 دقيقة. إن كان فتح هذا الخط اللي هو خط الحوبان السفتيل المدينة. ولذا نقول لهذا الكفى لعب، كفى كما يقولوا إضاعة وقت. ونحن نعلم بأنهم سيطالبوا إعادة مرة لتجهيز الهدنة وسيطلبون الاجتماع من جديد، لكن نحن نقول لهم لن يكون اجتماع إلا لتنفيذ ما اتفقنا عليه وهو الحد الأدنى ومن ثم تزميل فتح بقية الطرق عن هذه المدينة المحاصرة. طيب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي يعني ما هو الآن يعني موقفه تجاه ميليشيا الحوثي التي ترفض يعني تنفيذ مقترحه؟ هذه مسؤولية حقيقة المجتمع الدولي ومسؤولية المبعوث والمكتب المبعوث أن يكونوا جادين في كما قلنا في تنفيذ ما قدموه كمقترح هم وليس نحن. وهذا الكلام قد ناقشناه كما يقول في عمان، وكان بالفعل رأي المبعوث هو الحد الأدنى بالنسبة لنا، لكن كما قلنا على اعتبار نحن نعيش هذا الحصار
وافقنا بان يكون كما تقول الحد الادنى لرفع هذا الحصار الجائر على هذه المدينه كما قلنا المحاصره منذ 7 سنوات واكثر. طيب يعني ما هو مصير الهدنه في حال يعني تعنت الميليشيا في تنفيذ فتح الطرق؟ على كل حال مصير الهدنه حقيقه هو مقتضى كما يقول عالمي ووطني واقليمي، لكن نحن كابناء تعز نقول حقيقه اذا كان كما يقول سنذهب فقط لا غير لشرعنه لهم سلوكيتهم، فبالنسبه لنا كابناء تعز نقول كلام هذا لا هدنه بعد اليوم حقيقه. نعم. وبكل كما يقول وبكل صدق يعني إذا لم تخدم هذه الهدنة المواطن في داخل محافظة تعز سوف عنده حصار، فهذا ظلم ودور لا يتحمل. نعم، عضو الوفد الحكومي للتفاوض في فتح الطرق علي الأجعر، كل الشكر لك.